أهلا بحضراتكم من جديد في حديث الأخبار، ودلوقتي هنلقي الضوء على الدور المحوري المصري في الدعوة للسلام العالمي. إزاي تفاعلت مختلف دول العالم مع دعوة مصر لوقف الأزمة الروسية الأوكرانية؟ وهنروح كمان لأجندات جماعة الإخوان الإرهابية واللي بتسعى من خلالها لتخريب الأوطان وزعزعة الاستقرار وترويج الشائعات. كل ده هنناقشه مع ضيفنا في الاستوديو دكتور الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام. أهلا يا أستاذ جميل. أهلا بحضرتك أستاذ جميل. يعني في البداية احنا شفنا وتابعنا دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ للدول العالم، يعني ان هي تتبنى فكرة وقف الحرب الروسية الأوكرانية ودعا فعلا لوقف هذه الحرب. تابعت الدعوة دي في البداية ازاي من الرئيس في هذا الحدث العالمي اللي كان بيقام على أرض مصر؟ هو طبعا في البداية دي أول دعوة يدعوها رئيس أمام زعماء العالم وأمام تجمع بهذا الشكل من رؤساء وزعماء ووفود عالمية على أرض مصر. هذه الدعوة طبعا جاءت بناء على قدرة وقوة الدولة المصرية في الوقت الحالي. الدولة المصرية أصبحت دولة مؤثرة بشكل كبير في محيطها الإقليمي، وأيضا وضعت نفسها على خريطة العالم بشكل كبير، وفي احترام عالمي للدولة المصرية وللقيادة المصرية، وهو ده اللي احنا شفناه وترجم بالضبط أمام في قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ. إذن فالدولة الرئيس دعا لهذه المبادرة، مبادرة مهمة لأنها بتؤثر بشكل كبير على مسار الأزمة الروسية الأوكرانية اللي هي أثرت بشكل كبير على العالم ككل، وأكثر الدول تضررا اللي هي الدول النامية ودول العالم الثالث اللي هي للأسف الشديد اقتصادياتها بتسعى أنها تكون قوية، لكن هذه الحرب ومن قبلها الكورونا أثرت على الاقتصاد وأثرت على حتى مستقبل الشعوب. فطبعا هذه الدعوة مهمة، احنا وجدنا بعدها أن في قبول عالمي لهذه الدعوة، في حتى قبول من روسيا ومن أوكرانيا أيضا لهذه الدعوة ومن الدول الكبرى وحتى من الولايات المتحدة الأمريكية ومن بعض الدول الأوروبية لإنهاء هذه الصراع والجلوس على مائدة المفاوضات. طبعا مصر لما طرحت هذه المبادرة هي بالتأكيد لديها قدراتها ولديها إمكانياتها من أجل التفاوض الجيد، أو أنها تستضيف الطرفين على أرض مصر وفي النهاية يتم معها أن تقوم بدور الوسيط، يعني لإحلال السلام بين الدولتين. بالضبط، وهو ده الدور المصري اللي بتقوم به في الوقت الحالي. يعني الدولة المصرية في الوقت الحالي هي قوة فعلة في المنطقة وخاصة في محيطها الإقليمي. استطاعت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة أو الثمانية الأخيرة أنها تحقق الاستقرار في المنطقة بشكل كبير، تسعى إلى إرساء السلام داخل الدول واللي فيها أزمات بشكل كبير، زي مثلا الموقف المصري في ليبيا، الموقف المصري في سوريا، فالعديد من الدول مصر بتسعى. طبعا القضية الفلسطينية، وشفنا الدور المصري الكبير اللي بتقوم به، حتى كان في إشادة من الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس عبد الفتاح السيسي على الدور المصري اللي بتنفذه في القضية الفلسطينية. فإذن فمصر أصبح لها دور كبير في المنطقة وفي العالم، ومن أجل ذلك هذه المبادرة تمت، ونتمنى بإذن الله أنها يتم تفعيلها على الأرض بشكل فعلا كبير. زي ما حضرتك كنت لسه بتقول، يعني مصر فعلا أستاذ جميل ليها يعني دور محوري مهم لإحلال السلام في المنطقة، في سواء كان على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي كمان. هذا الدور نقدر نطلق عليه إيه؟ يعني هو مثلا من أبجديات السياسة الخارجية المصرية، أو من يعني من أساسيات السياسة الخارجية المصرية؟ هو بالضبط من السياسات، من أساسيات السياسة الخارجية المصرية أن يعم السلام بين الشعوب في كافة أرجاء العالم، لأن الأزمات والحروب دلوقتي بتؤثر بشكل كبير على العالم. يعني ما هياش حرب بين دولتين فالمتضرر الدولتين فقط، لا، ده المتضرر بيبقى العالم كله، نتيجة لانقطاع سلاسل الإمداد، الطاقة، الوقود، التأثير على السكان أيضا، لأن في دلوقتي آلاف النازحين مع كل حرب وكل أزمة، في آلاف النازحين بيضطروا أن هم يتركوا
بلادهم ويبتدوا يعيشوا على الحدود، ففي أزمات إنسانية كمان، وهو اللي ضل ظاهر. احنا شفنا في الحرب السورية أو الأزمة السورية، وفي آلاف المشردين من السوريين وقاعدين على الحدود بتاعتهم تأثروا بشكل كبير. إذن الدولة المصرية، وده على فكرة ده يعني في تاريخ الدولة المصرية ككل، إن هو إحلال، محاولة إحلال السلام في العالم. وشفنا أيضا محاولات إحلال السلام بين الدول العربية وبين إسرائيل، واجتماعات في مدينة شرم الشيخ أكثر من مرة. إذن ده من سياسة الدولة المصرية، ثوابت سياسات الخارجية للدولة المصرية اللي هو عدم التدخل في شؤون الدول، وأيضا محاولة تحقيق الاستقرار في المنطقة وفي العالم بشكل كبير، والتاريخ يشهد بذلك. دول وجهات عدة طبعا ثمنت دعوة مصر لإحلال السلام في روسيا وأوكرانيا، يعني أبرز ما توقفت أمامه من خلال ردود الأفعال الدولية تجاه دعوة السيد الرئيس؟ دعوة السيد الرئيس طبعا في العديد من الدول زي ما قلت لحضرتك ثمنت الدعوة دي بشكل كبير، روسيا ثمنت هذه الدعوة، وأيضا أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، دول الاتحاد الأوروبي، كل ده كان في رد أفعال، ردود أفعال طيبة تجاه هذه المبادرة. والجميع وأغلب تلك الدول تثق تماما أن مصر قادرة على تحقيق هذه المبادرة وتنفيذها على الأرض إذا نفذت، وتحقيق أيضا وستخرج هذه المبادرة بالعديد من المخرجات اللي هي هتؤدي إلى الاستقرار وإنهاء هذا الصراع بشكل كبير والجلوس على مائدة المفاوضات. طيب هسأل حضرتك كمان يعني عن قراءتك للمشهد العالمي الآن. احنا بنشوفه بنتابع ان في طبعا جهود متواصلة بيتم يعني محاولة اللجوء اليها للتخفيف، او محاولة التخفيف من وقف او محاولة وقف تداعيات الأزمة الاقتصادية، الأزمة اللي نتجت طبعا عن الحرب، أزمة الطاقة اللي موجودة مع دخول طبعا فصل الشتاء القاسي جدا في كثير من دول العالم، يمكن الدول الغربية بشكل خاص كمان، سرعة التضخم، انخفاض النمو، كل ده حضرتك بتشوف الصورة دلوقتي إزاي؟ بتشوفها رايحة على فين في المشهد العالمي؟ هو في المشهد العالمي في الوقت الحالي يجب على الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ودول حلف شمال الأطلنطي إن هم يتدخلوا بشكل كبير للضغط طبعا على أوكرانيا، أو مش الضغط على أوكرانيا، أنه هو يجب أن يكون هناك حكمة في التعامل في هذه الأزمة. الأزمة ضرت دول العالم وضرت الاتحاد الأوروبي، يعني من أكثر الدول المتضررة هو الاتحاد الأوروبي بسبب نقص الطاقة وفصل الشتاء خلاص يعني، وده هيؤثر بشكل كبير على الطاقة وهيأثر على المواطن، لأن المواطنين في الدول الاتحاد الأوروبي دلوقتي متذمرين، لأن في أموال كتيرة من الدول دي بتتجه إلى أوكرانيا من خلال السلاح اللي بيتم مد أوكرانيا بيه. على الجانب الآخر الأكثر تضرراً هي أوكرانيا، لأن احنا عارفين أو في الوقت الحالي وصل أن أكثر من 80% من البنية التحتية في أوكرانيا تم تدميرها، وخاصة محطات الكهرباء ومحطات الطاقة اللي أثرت على عمليات التدفئة، بجانب آلاف النازحين اللي خرجوا من أوكرانيا. فيجب أن يكون هناك يعني ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أن البدء في المفاوضات يجب أن يكون هناك قرار أوكراني خالص في هذا القرار. نعم. طيب هرجع لحضرتك أستاذ جميل، بس إحنا يعني هستأذنك، كنا اتكلمنا من شوية في البرنامج عن ضياع التراث الفني إلهام لعدد من أكبر نجوم الفن المصريين وإهداره وبيعه على الأرصفة بتاعة
بالتأكيد ده بيعد مأساة حقيقية بيتعرض ليها تراث فناني مصر الكبار من مقتنياتهم، صورهم، دروع تكريمهم، أرشيفهم، كل ده بيهددوا الإهدار، والبعض منه بيتم عرضه على كمان مواقع صفحات التواصل الاجتماعي للبيع. أكيد بالشكل ده بيكون مصير البعض منها مصير مجهول ومقلق. إحنا معانا صاحب الحملة المهمة اللي أنقذت تراث ومقتنيات الفنان الكبير سمير صبري من الضياع، الكاتب الصحفي الأستاذ وائل السمري رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع. أستاذ وائل أهلا بيك. أهلا بك، شرفنا حضرتك. أهلا وسهلا. يعني كلمنا في الأول عن حملة حضرتك الأخيرة اللي ساهمت في حماية مقتنيات الفنان سمير صبري. الحقيقة بصي، هو يعني هذا الأمر أصبح ألما كثيرا، وبقينا بنعاني منه بشكل كبير جدا جدا. أنا هستأذنك تغير مكانك بس شيء بسيط يا أستاذ وائل، اتفضل عشان الصوت. الموضوع أصبح متكرر بإن الوعي عند كثير جدا. طيب هو برضه لسه في مشكله للاسف، مش سامعين حضرتك كويس. ف وفي الغالب ما بيبقوش في درجه قرابه لا اولى ولا ثانيه. اتفضل. فبيبقى الوعي المتدني للاسف مش مقدرين القيمه الحقيقيه للفنان الكبير اللي هم ورثوه، فبالتالي بيضحوا بالحاجات دي، او بالنسبه لهم هم يعني مش فنانين وبيقدروا الفن، فبالتالي بيضحوا بيها بشكل مهم. انا بصراحه كتير بقابل المواقف ديت، وحضرتك يعني ذكرتي ان في حمله اكتر من حاله حصل ده، فنانين كبار جدا جدا في تاريخ الفن العربي كانوا يعني اثروا دنا واسهموا في تشكيل وعينا الفني والجمالي، للاسف بنتعرف احنا اللي انا من وجهه نظري مش هم اللي بيهانوا، من وجهه نظري احنا اللي بنهان، لان احنا ما قدرناش كده. هم صنعوا جمالا يعني بما يكفي لتخلدهم في الذاكره، لكن احنا للاسف اللي بنثبت ان احنا مش يعني لا نستحق هذا الجمال بالتفريط فيه. فالموضوع سمير صبري باختصار زي ما حضرتك شفتي في الصور اللي عرفتيها من شويه، جزء كبير جدا من تراثه الفني، جزء كبير جدا من اتهامه كممثل وكمغني وكمنتج، وده جانب يمكن ناس كتير ما تعرفوش عن سمير صبري، ان هو كان بيساهم في الانتاج، ان هو كان فاعل في صناعه السينما في العالم العربي. فده جزء كبير ما حدش يعرفه. هذه المقتنيات تعود لسمير صبري وبتؤرخ وتوثق لرحلته الفنيه، سواء عن طريق الافشات او عن طريق الصور الخاصه بتاعته او عن طريق الصور اللي هي التقطت في الافلام، او حتى مع كل اسف الدروع اللي حصل عليها تكريما لي، سواء تشريم على المستوى الفني زي مثلا درع من جمعيه محبي فريد الأطرش، او تكريم على المستوى الانساني من احدى الجمعيات الخيريه اللي بتكرمه على ظروف رعايه. طب احنا قدام حاله ضياع شان، يعني احنا باي خبير او اي مهتم او فنان بيقدر المقتنيات بيشوف من كل ذره او من كل شيء يخص الفنان جزء من تاريخه، فجزء من تاريخه كممثل موجود، وجزء من تاريخه كمنتج موجود، وجزء من عمله الانساني موجود، ازاي احنا بنضيع ده؟ ده سؤال مهم ونزيف يجب ان يتوقف. طيب في رايك استاذ وائل، ازاي ممكن الحفاظ على مقتنيات الفنانين وتراثهم يعني اللي بيتركوه لينا، وزي ما حضرتك كنت لسه بتقول جزء كبير للاسف منه بيهدر؟ رايي ان احنا لازم يعني اولا يبقى في مؤسسات راعيه للحفاظ على مقتنيات الفنانين، بصرف النظر مين الفنانين دول، لان لو حضرتك تبصي في الصور اللي حضرتك عرفتيها من شويه هتلاقي التاريخ مشتبك جدا، يعني احنا معانا سمير صبري وفي نفس الوقت هو جزء من تاريخ نيلي، وهو جزء من تاريخ نصرة، وهو جزء من تاريخ يوسف وهبي لانه بيمثل في احد افلامه وظهر في الصور اللي حضرتك عنه، فتاريخ مشتبك كبير جدا جدا. فلازم ان احنا يكون في مؤسسه في وزاره الثقافه بترعى وتقوم على حمايه هذا التراث. المؤسسه دي مش شرط تكون متحف، لان الناس بتقول يعني مش معقوله كل ده يتحط في متاحف، وانا موافقهم، لكن لازم يكون في مؤسسه للبحث والتوثيق. كل المقتنيات دي
في حياة الفنان، لأن برضو إحنا بنقع في مشكلة كبيرة جدا. المشكلة دي إن هو بعد ما الفنان بيموت بنجري ونشوف مين الورثة، ده ورثة ده أنت مش مدان، ده الحاجات ضاعت، ده الحاجات تاهت، فبنقع في مشكلة كبيرة جدا. نعم. فأنا شايف إن في حياة الفنان لازم يتكتب زي تعاقد أو يتكتب إقرار من الفنان إن هو بيهدي الأشياء القيمة اللي عنده ويتعمل بيها حصر موجود، والحصر ده بيبقى مسجل. انا عندي 1، 2، 3، عندي صور، عندي افشات، عندي سيناريوهات قديمه، عندي حاجات بخط ايدي، عندي مذكرات، اي شيء يفيد في تاريخه الفني فيتعمل حصر بيه وهو موجود، وبعد لو توفاه الله او لو حابب يضع الاشياء دي كلها في حوزه الثقافه وهو عايش اهلا وسهلا، لو توفاه الله وحب بعد ما ربنا يتوفاه برضه اهلا وسهلا، لكن لازم الموضوع المشروع ده يبقى مشروع يعني انشاء مركز متحف ومركز بحثي كبير يضم الموضوع ده. نعم. انا اخفيك سرا ان انا كنت مقترحت الفكره دي على الدكتوره ايناس عبد الدايم، قلت لها نعمل كيان اسمه متحف الخالدين، وهذا المتحف نضم فيه كل التراث الفني، لان حضرتك اسالك سؤال، فين مثلا عود الفنان العظيم محمد الأطبي؟ عواده فين؟ هذا الرجل كان عنده ما يزيد عن 40 عود نادرين، وكان كل حفله بيطلع بعود معين، وكان عنده يعني باع طويل في ثناء الاعواد النادره. طب هي كان ردها ايه وزيره الثقافه، سيده وزيره الثقافه السابقه؟ دكتوره ايناس يعني واضح ان هو يعني الموضوع كان عجبها، بس واضح ان هي يعني ما كانش في اولوياتها. نعم. كان عندها اولويات ثانيه. ده انا شايف ان هي يعني لا يجب ان يخطئ، هي فكره وهي حياتك بتطرحها الان يا استاذ وائل. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، الصحفي وائل السمري، الكاتب الصحفي رئيس تحرير التنفيذي لليوم السابع، شكرا جزيلا ليك، بارك على حياتك استاذ جميل. بشكرك طبعا انك انتظرت معانا. عايز اكلمك كمان عن موجه الغضب اللي موجوده في الشارع الاوروبي بسبب نقص الطاقه، بسبب ارتفاع الاسعار والتداعيات الاقتصاديه طبعا اللي نتجت عن الأزمة الروسية الأوكرانية، كيف ترى اتجاه هذه الموجة؟ لا، هي طبعا في تذمر في الشارع الأوروبي في الوقت الحالي، طبعا في غلاء في الأسعار بشكل كبير، في نقص في السلع الاستراتيجية والسلع الأساسية في كافة دول الاتحاد الأوروبي. الشعوب تذمرت لأن شايفة أن دولها بيتم إرسال مليارات الدولارات ومليارات اليوروهات إلى أوكرانيا من خلال السلاح اللي بيتم تصديره إلى أوكرانيا لخوضها هذه الحرب، في الوقت اللي الدول والشعوب بتحتاج فيه هذه الأموال في حالة في الوقت الحالي اللي هو في نقص المواد الغذائية أو زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه. وده احنا شفناه حتى في انجلترا والمظاهرات اللي خرجت في انجلترا واستقالة رئيسة الوزراء البريطانية بعد 44 يوم، نظرا لأنها يعني كانت أمام موجة غضب وأمام حالة اقتصادية صعبة جدا داخل بريطانيا. طبعا ده بريطانيا، وفي في ألمانيا وفرنسا، كل دول الاتحاد الأوروبي تضررت بشكل كبير جراء هذه الأزمة. في ضغط من الشارع الأوروبي على الحكومات من أجل إنهاء الصراع. لهذا السبب أنا بقول لحضرتك إن الدول الاتحاد الأوروبي رغم دعمها الكبير لأوكرانيا في الوقت الحالي، إلا أنها على الجانب الآخر ترغب بشكل سريع جدا إنهاء هذا الصراع. نعم. والجلوس على مائدة المفاوضات. طيب، إحنا كنا قلنا في البداية أنه هنتكلم كمان يعني ملف آخر مهم، وهو محاولات الجماعة الإرهابية أن هي تعود للمشهد مرة تانية وتمارس تخريبها مرة تانية. قولي، بتشوف إزاي هذه المحاولات بتستند على إيه؟ يعني هل هم لا يدركون إلى أي مدى هم فقدوا أي أرضية لدى الشعب المصري؟ وأيضا هنا ممكن تقول إيه عن وعي الشعب الآن الذي أدرك يعني هذه الجماعة وما تصبو إليه أو تتطلع إليه؟ هو طبعا الجماعة الإرهابية بعد عام 2013 وبعد الكشف عن وجهها القبيح من بعد 2011 يعني
الشعب المصري نبذهم ورفضهم بكل معاني الكلمة. شفنا العمليات الإرهاب اللي كانت في الشوارع قدامنا، شفنا عمليات القتل الممنهج، شفنا عمليات محاولات استهداف الضباط والجنود حتى على القنوات التلفزيونية لما كانوا بيهددوا الضباط وبيهددوا الجنود. طبعا هو في الوقت الحالي هي الجماعة عرفت تماما انها بعيدة عن المشهد بشكل كبير جدا، بدأت من خلال طبعا قنواتها وأبواقها الإعلامية أنها تحاول تسعى لنشر الشائعات، محاولة إثارة البلبلة، إثارة الفتنة داخل الشعب المصري بين طوائف الشعب المختلفة، هز ثقة الشعب في نفسه، معتقدين أن هم من الخارج قادرين على أنهم هيقدروا يحركوا الشعب المصري وقادرين أن هم يؤثروا على الشعب المصري. لكن هو للأسف شديد هو رؤيتهم لهذا الموضوع رؤية غلط تماما، مبنية على أرضية صفر. وإحنا ما ننساش أيضا الخلافات اللي داخل الجماعة وتنظيم الإرهابي في الخارج والانشقاقات، وانشقاقاتهم إلى ثلاث مجموعات، فبيسعوا في الوقت الحالي إن هم يظهروا إن هم متواجدين، يظهروا إن هم ليهم تأثير على الأرض. وكل مرة لما بيتكلموا عن أي موضوع شائعة كذب بتثبت عكسها على الأرض في لحظتها. لهذا السبب الشعب أصبح عنده وعي، الشعب يرى أو رأى عمليات التخريب اللي حصلت وقت لما كانوا في الحكم وبعد ما كانوا في الحكم، ويرى الآن الإنجازات التي تحققت على الأرض. نعم، احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الاستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الاهرام، شرفتنا يا فندم. انا اتشرفت، شكرا جزيلا ليك وشكرا لحضراتكم، وان شاء الله بكره نكون معاكم في حديث الاخبار. الى اللقاء.